الحارس مرمى النادي الاهلي السابق الكابتن شريف اكرامي. والترند الاخر او الموضوع الثاني هنتكلم على ما يحدث في دوري ابطال افريقيا، لكن عايز اتكلم اول جزئيه متعلقه بظهور الكابتن شريف اكرامي في توقيت كل جماهير النادي الاهلي بلا استثناء كانت شايفه التوقيت غير مناسب، لانه جاي في لحظه ممكن تكون في حمله ممنهجه ضد النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه. وهذا المسلسل اللي بدا منذ شهر يناير الماضي، ومن اول بالتاكيد ما الكابتن شريف كان كتب بيان وقتها، والكل كان يعني في هذا التوقيت قال ماشي اوكي خلاص ممكن يكون شريف شايف مرحله ثانيه بالنسبه له في الفتره القادمه، رغم ان هو في التوقيت ده لا استاذن مثلا الجهاز الفني ولا كان في تنسيق مع الاداره او حتى مع زمايله، وكان في وقتها الكابتن شريف اكرامي هو كابتن فريق النادي الاهلي. لكن خرج امبارح واستمر في الكلام، وخرج في توقيت بعد احداث مباراه القمه، ممكن يتنصل من احداث المباراه او يتنصل من فكره عدم مشاركه رمضان صبحي في مباراه القمه، لكن في كل الاحوال او في كل الاحوال الظهور الاعلامي في هذا التوقيت وفي ظل الحمله الممنهجه ضد النادي الاهلي بالتاكيد هتسري الماده الاعلاميه اللي البعض عايز ياخدها في اطار ضد النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه، وفكره ان كمان رمضان صبحي ما كانش موجود في مباراه القمه والاحداث اللي حصلت، ان طبعا يكون بيتنصل من فكره ان رمضان صبحي مش موجود في مباراه القمه واللي حدث في الفتره الاخيره. طيب كمان فكره انتقال رمضان لبيراميدز، كابتن شريف كان بيحاول بيتنصل منها وبيحاول يشرح اسبابه وبيحاول يشرح للناس الفكره في حد ذاتها، لكن في نفس الوقت الرد كان من الجماهير، لان الجماهير اكيد واعيه وفاهمه، والجماهير عمرها ما هتكون متغيبه عن اي احداث بتحدث خلال الفتره الحاليه. انا عندي خمس نقاط عايز اتكلم عليهم، مش هتكلم عليهم طبعا باستفاضه، لكن نقاط سريعه عشان الناس تفهم مننا الوضع الحالي في التوقيت الحالي، لان احنا بصراحه في مرحله عايزين نقفل على الفرقه بشكل كويس وعايزين ناخد بالنا قوي من اي خطوه بتحصل خلال الفتره اللي جايه. كابتن شريف قال انه كان بيرفض استمرار رمضان صبحي في النادي الاهلي رغم حاجه الفريق اليه. طيب يا شريف، الكلام ده ممكن يتقال لو انت مش لاعب في صفوف النادي الاهلي، لو انت مش على ذمه النادي الاهلي، لكن بالعكس انت احد ابناء النادي الاهلي وكابتن فريق النادي الاهلي، فمثل هذه التصريحات حتى لو بتتقال في الغرف المغلقه ما تنفعش، لان انت هنا المفروض مش بتخص شخصك، انت المفروض لاعب ممثل داخل النادي الاهلي. المفروض فكره ان رمضان يحترف او لا يحترف هو امر شخصي ليه، المفروض هنا الرؤيه بتاعتك انت بتمثل النادي الاهلي لانك لاعب في النادي الاهلي وكابتن من كباتن النادي الاهلي، ووقفت امام رغبه النادي وكنت بتتكلم عن رغبتك ومصلحتك الشخصيه في مساله رمضان يكون موجود او مش موجود. كمان في نقطه ثانيه يا كابتن شريف، بدون يعني اي مشاعر لجماهير النادي الاهلي، ما ينفعش فكره ان لو راح رمضان لبيراميدز او الزمالك كده كده هو ساب الاهلي، لا تفرق كتير يا كابتن شريف عند جماهير النادي الاهلي، يعني ما ينفعش في حاجه لو انتقل للزمالك ازاي، يعني الزمالك زي بيراميدز، مع احترامنا لاي حد يعني طبعا، بس انت بتتكلم انت اتربيت جوه النادي الاهلي وعارف يعني ايه اللاعب اللي اتربى جوه النادي الاهلي ونشا من قطاع الناشئين وترعرع داخل قطاع الناشئين، وبلاش كده كابتن اكرامي نفسه احد رموز النادي الاهلي اكيد علمك حاجه زي كده وعرفك حاجه زي كده، ان ازاي لما تبقى لاعب في النادي الاهلي اي نادي منافس او اي نادي موجود في الدوري المصري بما فيهم الزمالك هتبقى صعب قوي، لان النادي الاهلي بالتاكيد ليه فضل عليك وعلى الكابتن اكرامي وعلى اي حد كان موجود داخل صفوف النادي الاهلي، لازم تراعي مشاعر الجماهير، لان انت امبارح قلت نقطه مهمه جدا بالنسبه للجماهير، الجماهير عندها الانتماء ده رقم واحد وبدون مقابل، فانت فاهم عقليه جمهور النادي الاهلي تحديدا، كان لازم تراعي دي في هذه الجزئيه. الجزئيه الثانيه او الجزئيه الثالثه، شريف قال ان انا وكان على درايه كامله بمساله انتقال عبد الله السعيد للزمالك وكان عارف، بس قال ماليش دعوه. صعبه 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 يا شريف، يعني ما ينفعش تبقى لاعب جوه النادي الاهلي وشايف عبد الله السعيد او انت عندك معلومه انه رايح نادي تاني سواء زمالك او اي حد تاني وتبقى كابتن الفرقه وعارف المعلومه وما تقولهاش، مش هقول لك تمنع عبد الله، بس على الاقل الامانه، امانه غرفه خلع الملابس، امانه المصداقيه جوه النادي الاهلي وانت واكل شارب حياتك كلها من خلال النادي الاهلي، صعبه جدا. في كلام بيتقال في بين السطور ما ينفعش يعدي، لان الجمهور اكيد مش هيسمح انه يسمع كلام زي ده من لعيبه كانت رموز وكانت ليها تاريخ كبير جدا داخل النادي الاهلي. طيب المره دي الذكاء، يعني الذكاء خانك يا كابتن شريف، لان التصريحات بصراحه رغم ان في شكلها ممكن يكون التنصل او الابتعاد عن اي مشاكل واثبات
وجهات النظر او صحه وجهه النظر، لكن في تفصيله الكلام لا، في كلام يزعل، في كلام يزعل جمهور النادي الاهلي. وانا نفسي بس في تفسير واحد انك تقوله، ليه ما قلتش لمسؤولي النادي الاهلي ان عبد الله السعيد وقع للزمالك، او انت عندك معلومه ان عبد الله السعيد وقع للزمالك؟ ايه التفسير الوحيد اللي ممكن يخليك ما تقولش المسؤول الاهلي عن هذا الامر او عن هذا الموضوع؟ انا على المستوى الشخصي اتصدمت امبارح بتصريحات اخرى، وكنت افضل ان يكون في حاله صمت، لان التوقيت ده في حاله حراك اعلامي للاسف ضد النادي الاهلي بشكل واضح جدا. لكن مفيش مشكله، المرحله دي مرحله كاشفه لامور كثيره جدا، مش بتكلم في الامر ده بس، لا في حاجات كثيره جدا في امور كاشفه بشكل كبير جدا. النقطه الرابعه وهي النقطه الاخطر، كابتن شريف لما قال له الزميل المذيع انت بتقود تمرد في مساله تمرد اللعيبه ان هي ترفض تخصم نسبه العقود بسبب موضوع فيروس كورونا، انت بكل وضوح اعترفت وقلت اه ده موجود وكان شيء ايجابي، لان انا يعني بعترض طبعا وما ينفعش، ده ما كانتش الحقيقه، لان الاهلي خصم مننا قبل كده نسبه 10% بعد مباراه سان داونز والخساره امام سان داونز في بريتوريا. لا يا كابتن شريف، القصه ما كانتش كده، القصه ان اولا النادي الاهلي لما كان في فكره خصم 10% ما كانش في جلسه خاصه معاك انت تحديدا، لا كابتن سيد قعد مع كل لاعب من اللعيبه الكبار في الفرقه، قعد مع حسام عاشور، قعد مع احمد فتحي، قعد مع شريف اكرامي، قعد مع الكل، ما كانتش جلسه خاصه معاك، وقعد مع وليد سليمان، لكن ما كانتش جلسه خاصه معاك انت عشان تبلغ حد، لا كانت جلسه مع كل لاعب من اللعيبه الكبار عشان بعد كده لما يقعد مع باقي التيم يبقى اللعيبه الكبيره عارفه ان ده سيستم معين، بيبقى فيه احترام لكباتن الفرقه والنجوم اللي موجوده بالنسبه للفرقه، وما كانش الفكره ان انا اقول لك عشان تبلغ حد، لان كان في اجتماع تاني هيتم مع كل اللعيبه، فما كانش الفكره ان انا اقول لك عشان تقول الباقي، لكن ما علينا مفيش مشكله، انت خدت الكلام وحبيت اللي انت تبرز فكره اللي انت مش عايز تعمل مشكله، لكن في النهايه هذا الكلام هو بقى اللي هيثير الفتنه وهو اللي هيعمل الازمه بالنسبه لهذا الامر. بالنسبه للامر الخصم، الكلام عليه بالشكل ده هو بقى اللي هيزيد الامور التهابا بالنسبه للمرحله اللي جايه. طيب خصم ال 10% مش معناه ان ما كانش فيه لائحه تحفيزيه وان لازم يبقى فيه تعويض، لا كان فيه لائحه تحفيزيه، والكابتن محمود الخطيب كان فيه لائحه تحفيزيه وعمل لائحه تحفيزيه مع اللائحه العاديه في حال الفوز بالدوري وحال الفوز بالكاس، لكن للاسف الاهلي خرج من بيراميدز في كاس مصر، فبالتالي اللائحه التحفيزيه كانت موجوده واتطبقت على الدوري، وكل لعيب خد اللائحه التحفيزيه بتاعته من الدوري العام، فاذا انت لو كنت كسبت بيراميدز وكملت في بطوله كاس مصر كان هيبقى فيه مكافاه ثانيه ايضا تحفيزيه في كاس مصر، لكن طبعا بعد هزيمه بيراميدز والخروج من دور الثمانيه في كاس مصر كان الوضع صعب جدا، لان انت كمان خرجت في البطوله الافريقيه، فالوضع كان صعب جدا. الكلام ممكن يتقال في الوضع الصحيح وما يزعلش حد، لكن التفاصيل الصغيره اللي بين السطور وبين الكلام مهم جدا تتشرح للجماهير وتتشرح للناس عشان الناس تعرف في الموقف كويس جدا، عشان ما استغلش الموقف وما استغلش احداث مباراه القمه، لان الاعلام كله بالامس بلا استثناء خد التصريحات في اطار ان جايه في توقيت بعد مباراه القمه واحداث مباراه القمه، وجمهور الاهلي فاهم كويس جدا وكان من اوائل الناس اللي بيحذر بلاش تصريحات بلاش كلام، ما تبقاش انت الطعنه اللي جايه في ظهري وانت احد ابناء النادي في توقيت زي ده، وتصاعد وتساعد وتساعد حد ان هو يهز الاستقرار في لحظه زي دي، لازم انت يا شريف احد الدعائم اللي كنت موجود جوه النادي الاهلي وعارف المشاكل جايه منين ومصدرها مين وهدفها ايه. طيب النقطه الخامسه وهي النقطه الاخيره وهي فكره ان انت مثلا تتكلم مع رمضان في مساله الاحتراف او تحرضه على الانتقال لبيراميدز او الامور دي كلها، ما كانش ينفع برضو تتكلم في الجزئيه دي. اه انت امبارح ما كنتش عايز تتكلم في القصه دي بتفاصيلها، بس يا شريف بياناتك الاولانيه وظهورك امبارح، الصمت في الحاجات اللي زي دي بيكون افضل، لكن لما تطلع تتكلم وتطلع تشرح ومش عايز تتكلم وتقول تفاصيل في وسط الكلام، انت هنا بتثبت اللي انت عايز تتنصل من فكره انتقال رمضان. صعب قوي لما يكون لعيب زي رمضان صبحي وانت عارف منه وانت قريب منه، حتى لو الانتقال انتقال لبيراميدز او انتقال لاي نادي، فكره انك تقول الانتقال ده عادي، ده في حد ذاته غلط، مش هتكلم في كواليس او تفاصيله. هنا فكره كمان انك تقول على اللعيبه اللعيبه منتميه للنادي وبتحب الانتماء للنادي، لكن في نفس الوقت ما بزائد المقابل المادي، برضه غلط، ما ينفعش.
يعني انتماء الجماهير انت قلت بدون مقابل، ده صح ودي صراحة وده وضوح، وكويس اللي انت احد كبات الاهلي عارف المعلومة دي، لكن فكرة كمان ان الانتماء للاهلي من اللعيبة ده برضو لازم يكون زائد عليه مقابل مادي، خلق التعبير وما كانش ينفع تتقال. واللي بيحزنني ان الكلام ده بيطلع من احد اللعيبة اللي تربت وكانت موجودة ونشأت في النادي الاهلي، لكن هي مرحلة كاشفة لامور كثيرة جدا، والجمهور هيبقى عارف بالنسبة للمرحلة الجاية بالظبط ايه اللي هيحصل. اتمنى تكون التصريحات تكون مظبوطة، اذا ما كانش الصمت افضل في الفترة دي تكون التصريحات مظبوطة وتكون التصريحات في ظهر النادي الاهلي باي شكل من الاشكال، عشان المرحلة اللي احنا فيها دي مرحلة صعبة. طيب ده كان جزء مهم جدا، عشان احنا برنامج بيتكلم على السوشيال ميديا واللي بيتقال على السوشيال ميديا، فكان لازم نشرح للناس امبارح السوشيال ميديا كانت مركزه في ايه وايه اللي اغضب الناس وايه التصريحات اللي الناس وقفت عندها وحبت تتكلم عليها. طيب الترند التاني